السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جواهر. اليوم حتكلم عن طريقة صناعة أو الأدوات والبرامج الأساسية اللي تحتاجوها لصناعة فيديوهات تشبه فيديوهات خان أكاديمي في أكاديمية خان التعليمية، اللي الدكتور أو الأستاذ خان أكاديمي يشرح باستخدام الأستاذ خان سلمان خان يشرح باستخدام القلم الضوئي في أكاديمية خان الأكاديمية المعروفة، قناة يوتيوبية لتقديم العلوم مختلف أنواعها. أول حاجة حتكلم عنها هي أداة الكتابة اللي هو القلم الضوئي من شركة واكوم، متوفر في المملكة العربية السعودية في مكاتب جرير، يمكن تلاقونه في المكاتب أو يعني في الأماكن اللي تبيع مستلزمات الكمبيوتر عفواً. حتسألون عن بامبو تابلت، بين تابلت، بامبو تم بين تابلت، لوح القلم، وفي شكل ثاني اللي هو بين أند تاتش، لوح وقلم ولمس، لكنكم ما تحتاجون اللمس، غالبا انكم تحتاجون القلم في الكتابة التعليمية. اللمس يحتاجونه يمكن رسامين وما الى ذلك. جدا مريح القلم الضوئي كاستخدام، رائع ومريح، ونفس القلم هذا يستخدمه سلمان خان في خان اكاديمي. يعني بعد ثالث رابع استخدام تقريبا حتكونوا متعودين عليه، عملي جدا ويناسب الناس اللي يكتبون باليد اليسرى والناس اللي يكتبون باليد اليمنى وما الى ذلك. اوكي، ثاني برنامج اللي هو اللي يسجل سطح المكتب كامستيجا ستوديو، كمان هو نفس البرنامج اللي استخدمه سلمان خان في خان اكاديمي. كامستيجا ستوديو يوفر لك عدة مميزات. اول شيء يمديك تضيف اشكال زي كذا وتضيف عليها تكست او نص، ويمديك تسوي زوم ان على مثلا على جزئية تبغى توضحها في الفيديو، تبغى تركز عليها. يمديك مثلا الاوديو تحذف الخلفية الضجيجية اللي في الخلف وزي كذا فتحسن النقاء الصوت، ويمديك كمان تكبر الفيديو وتحذف الأمز اللي هي التهنيقات اللي تصير في الوسط. الشيء الثالث اللي هو البرنامج سموث درو اللي هو رسام، هذا هو البرنامج. يعني ميزة هو يشبه الرسام العادي لكنها يعني له خاصية الاستجابة للقلم، لضبط القلم. فلو أنا كتبت مثلا بضغط منخفض بضغط عالي فهذا خطير به. طبعا هو يستجيب جدا وعملي جدا البرنامج، والقلم متناسبين مع بعض جدا. أهم ثلاثة أشياء تسوونها يعني يس. طيب أهم ثلاثة أشياء أول ما تفتحون البرنامج إنكم تسوون file resize، تفصلون العرض عن الارتفاع وتزيدون الارتفاع إلى 2000 بحيث إنه إيش، بحيث إنه يصير عندكم مساحة طويلة أو مساحة من السبورة البيضاء. طيب بعدها تسوون fill 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 باللون الأسود، بعدها تضيفون layer جديدة، بعدها تبدأون الكتابة بشكل عادي ومريح. الحكمة من إضافة لير جديدة فوق الباك جراوند إنكم ما تمسحون لما تجون تمسحون اللون، ما تمسحون الخلفية السوداء. طيب اوكي، في شيء ثاني؟ يس، هذا اهم شيء. هذا برنامج طبعا المساحه هذه هنا خصائص المساحه، ما في شيء كثير في هذا البرنامج. الالوان هذه متوفره بكل اشكالها والوانها. طيب تكلمت كذا عن ثلاث اشياء. البرنامج هذا سموث درو مجاني، حوفر لكم اللينك تحت لتحميله. زي ما قلت لكم البامو تابلت يمديكم تحصلون عليه من مكتب الجرير، الكام ستيجر يمديكم تحصلون عليه من المكاتب اللي تبيع البرامج مستلزمات الكمبيوتر، وفي برنامج ثاني اللي هو كام ستيديو، برنامج مجاني يعني له وظيفة وحيدة، يعني يقوم بالمهمة الرئيسية اللي هو تصوير سطح المكتب. يمديك تحدد مثلا ويندو أو مساحة محددة من سطح المكتب تسوي لها كابتشر أو تسوي لها يعني حفظ. فهو عملي كمان ومجاني متوفر للكل،
عندكم مختلف الخيارات. حوفر لكم اللينك لكام ستوديو، وحوفر لكم اللينك لكام ستوديو، بس طبعا الموقع الاصلي لو تبغون تجربونه لفتره تجريبيه. وحوفر لكم سموث برو، كل شيء حتلاقونه في اللينك تحت. شكرا لكم، اذا عجبكم الفيديو لايك، اتمنى انه يفيدكم واتمنى انه يساهم فعلا في تقديم الحلول. شكرا لكم من جديد.